حلو كلام النجم الفرنسي ويلي سانيول. وده يخليني اسالك بالمناسبه، لو المواجهه اللي ممكن تكون، وهي مواجهه متوقعه وممكن تبقى منتظره، بين بي اس جي مثلا وبين بايرن ميونخ، ويلي سانيول يميل لتشجيع مين في بطوله تشامبيونز ليج؟ لو بايرن ميونيخ بايرن ميونخ. انا ساشجع، هي المره الوحيده بالنسبه لي بما اني فرنسي وانا احب دولتي، وعندما تكون فرنسا تلعب او لا فريق فرنسي اشجعه دائما، ولكن هي المره الوحيده التي اشجع فيها فريق ليس فرنسي هو سيكون بايرن ميونخ، لاني انا بقيت عمر في هذا الفريق ولعبت وهو فريقي وهو كل تاريخ حياتي في بايرن ميونخ، فيبقى بايرن ميونخ هو فريقي الأكبر في والصاحب المكانة في قلبي. طيب خليني أقف مع لحظة، أنا بالتأكيد مدرك إنها كانت في منتهى الصعوبة لحظة خسارة نهائي كأس العالم أمام إيطاليا في 2006، كنت واحد من سكواد المنتخب الفرنسي، المباراة الشهيرة طبعاً أفكر حضراتكم بيها، الواقعة الشهيرة بين زين الدين زيدان وبين ماتيراتسي اللي ادت لطرد زيدان، وده اثر بشكل كبير جدا على سير المباراه، وانتهت المباراه بفوز ايطاليا. بعد نهايه المباراه ازاي استقبلتوا خساره اللقب اللي كنتوا الاقرب ليه في بطوله بحجم بطوله كاس العالم؟ نعم نعم في كأس العالم تعرف هي البطولة الأكبر والأجمل في العالم، ومن المؤكد عندما تكون في المباراة النهائية وتخسر بعد المباراة كان يوجد العديد من الحزن والغضب الشديد في غرفة الملابس، لأن هدفنا كان التضحية بكل الطرق من أجل الفوز بهذه البطولة، ولكن طبعا مر أكثر من 17 عام مروا على هذه البطولة، ولكن ليس لدي الحزن ولا إحساس سيء ولا إحساس بالندم الآن، ولكن لأننا بعدها استطعنا اللعب بطريقة رائعة، ولكن الصورة التي تبقى في عقلي دائما وفي قلبي هي الصورة أن أتمنى دائما أن نصعد لكأس العالم ونفوز بكأس العالم، ولكن كان لدي، أنا ليست فقط لاعبين رائعين، ولكن كل ما أتذكره أن كان يوجد لدينا أناس رائعين كانوا فريقي على المستوى الشخصي حتى قبل كرة القدم كانوا رائعين، وأفتكر ودائما ما أفتكر هذا. ازاي تعاملتوا مع زين الدين زيدان في غرفة خلع الملابس بعد المباراة؟ هل كان في نوع من أنواع الدعم؟ هل كان في نوع من أنواع الفضول لمعرفة إيه اللي حصل؟ هل كان في توجيه لوم لزين الدين زيدان بما إنه الواقعة دي كانت اللي أثرت على يمكن فرص فرنسا في الفوز بالبطولة؟ ازاي تعاملتوا مع نجم كبير بحجم زيدان؟ فورا بعد الماتش اعتقد اننا لم نتحدث بعد المباراه، لان كما قلت لك بعد المباراه كان يوجد العديد من المشاعر، ولكن اذا تحدثت وانا لدي مشاعر سوف تقول اشياء ليست في محلها، ولكن كان لدينا الغضب طبعا، ومن الغضب والحزن الشديد، ولهذا فضلنا ان نتحدث ولم اتحدث مع زيد زيدان بعد المباراه، ولكن اذا اتحدث الان بعد الكثير من الخبره في هذا الوقت الحين، اذا اتحدث مع زيد زيدان سوف اقول له انا كان لدي الحظ ان العب بجانبه، هو اللاعب الافضل الذي لعبت بجانبه في تاريخ كره القدم، هو افضل من الجميع، هو انا ارى اشكره على ما قدمه لكره القدم بفضله، انا رايت اشياء رائعه في كره القدم. بشكرك طبعا نجم بايرن ميونخ ونجم منتخب فرنسا ويلي سانيول على مشاركتك معنا، واذا ما قابلت زيزو قريبا يعني وجه له تحيه كبيره جدا من واحد من الجماهير العاشقه لفن زيدان، واحد بشوفه من اروع الحقيقه اللي لمس كره القدم. بشكرك شكرا جزيلا ويلي سانيول، كل التوفيق للبايرن في بطوله تشامبيونز ليج، كل التوفيق لمنتخب فرنسا في تصفيات اليورو وبطولة كأس العالم، واحد أيضا من المنتخبات اللي أثبتت وجودها بشكل كبير في العشرين سنة الأخيرة. ده كان لقائنا مع ويلي سانيول، نجم بطل أوروبا طبعا مع بايرن ميونخ في الشامبيونز ليج، وواحد من نجوم منتخب فرنسا الحقيقة اللي أمتعونا لسنين طويلة جدا.